هذه شوارع توزر والوجهة القلب الواحد للشقواق. عائلات استغلوا العطلة وجاوا يكتشفوا الشقواق في قلب الواحة. كبار وصغار من كل الأعمار تقريبا جاوا يكتشفوا لهنا التاريخ. الشقواق وهذا المدخل الرئيسي لهنا نلقاو عائلات تلامذة طلبة وأجانب في موعد مع تاريخ يقدموا المكان. معناها ثقافيه اكثر من كل شيء فهمت هذاك علاش كنا نجيو نكتشفوا الحقيقه ما ندمناش معناها سبا سرعتنا الحمد لله لاباس وصغيرات كذلك زاد. منتزه في الواحة يستقبل زواره يرجع عام تأسيسه 2005. الشقوى متاهة تحكي تاريخ الإنسان ترجع بزوارها لعصر الديناصورات والانفجار العظيم ونشأة الإنسان. Nous sommes passés au musée, on a aimé pour l'instant et on continue la visite. Nous venons voir ici, ils ont un programme bien détaillé sur lequel figure la visite de ce musée qui retrace l'évolution de l'homme. على العيش نتاع قبل، على التاريخ نتاعنا، على مثال اكبر كريز صار في الموند هو الكريز نتاع الانقراض نتاع لي دينوزور. دونك ما فيش حاجه لهنا نلقاو الحضارة الفرعونية، الرومانية، الإغريقية والفينيقية والإسلامية. الشقواق مكان في وسط الواحة يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية للمدينة. بالنسبة للدورة الاقتصادية بيان سور تتحرك الدورة الاقتصادية على خاطر ثم فلوس تدخل للبلاد وثم دومين معناتها يبدا يرجع يخدم من أول وجديد بالنسبة للسياحة وكل شيء. وزيد حتى على البلاد احنا ناس في مدينه لا كالم وناس في مدينه لا فرحان نفرحوا بالعباد كيف تجي ديما حويجات ارتيزانا ديما حويجات كاية في مدينه لا بداو صناعات تقليديه كيما الجموله كيما في مدينه لا شويه لعبه نتاع صغار نخدموا في مدينه لا ديزارتيكل نتاع اولاد برشليات عندنا المطبقه من غاديك عندنا هذيك تعمل في مدينه لا خدمه مزيان خصوصيه الجهه معناها خصوصية الجهة بيان سور احنا عندنا الشاش فهمتني ولا لا كي تحب اجا نلبسك شاش على الفازة فهمتني ولا لا اجا نلبسك شاش نفرح بيك والله ربي يفضل بلاد واحد اخر شاش عايش عايشك والله تقول انا من عايش والله لما عايش جوز جربها وصور بها عايشك يا خويا وبعد تاني نحيها ما فماش حدا مش هاي هز راسك يا سيدي هاي شوف له وحده كحله لا سي بون سي بون هذه توارق يا خويا يا حاج هذه البلو هذه اسمها نومات تعرفش تجي بربر نومات كي سانستالو سا اكزيست دو لو لو سي لو كولور بلو لو كولور بلو سي لو كولور بورت فونير فور نو هكا هاي يا مسيو هاي هكا كيف تقيت هكا باهي يوم كامل في الشقوى وفي ليل توزر الموعد مع حفلة تحييها الفنانة زهرة لجنة. هذا الملعب القديم لهنا تبدأ الحفلة
وتقدم فيها زهرة اللجنة أغاني يرددها معها جمهورها جمهور توزة. أهل الجريد كلها كان كنا بلاد واحدة وهي تونس كلها واحدة وديما فما نكهة خاصة إذا تغني تراث متاع جهة هما يعرفوها صحيح أكيد معناها يعرفوا الإيقاعات السوفي والبنوارة والكل ذيك التخميرة متاعنا في الجنوب حاولت نغني وعملت تحية للأهالي توزر بأغنية من تراث قديمة برشا وفرحانة أني في توزر ونشكر ساهرين على مهرجان الواحات اللي اتاحوا لي الفرصة باللي قال جمهور المحلي. عشرات المتفرجين جاوا للحفل رغم الطقس رغم انخفاض درجات الحرارة ورغم برشا ظروف كانوا في الموعد مع زهرة لجنة. قاعة الفن الرابعة شارع باريس في العاصمة الخمسة متاع العشية والجمهور على موعد مع الهابي اور. ساعة كاملة كل خميس من 6 ل 7 متاع العشية وموعد الخميس هذا في ساعة سعيدة مع ثنائي نور وسليم عرجون. نور في الغناء صوت شاب من المواهب الشبابية اللي استقطبه من المسرح الوطني في ساعته السعيدة. Feeling weird, I don't know. This is all I gotta say. And I'm waiting for you. Then and then and day. عسلامة. اسمي نور عرجون. جي 20 ans. عندي أكثر من 10 سنين نلعب موسيقى. Je suis plutôt dirigée vers la composition. تاو عندي أكثر من 5 سنين. اليوم, ce qu'on a fait, c'était une petite illustration de. De la collaboration d'Amalta et Nafselim durant ces 5 années et pour aussi annoncer la sortie de notre prochain album Charles d'ici juin 2019. سليم يرافقها في العزف وهو واحد من بين أبرز العازفين الشباب على آلة البيانو.
Selim Arjoun, عمري 24 سنة. Je suis pianiste, compositeur. Je fais également tout ce qui est design sonore pour la musique et les films aussi. Donc voilà, اليوم c'était une occasion pour présenter الموسيقى اللي عملها هنا ونور قبل surtout et pour annoncer aussi le fait qu'on va produire une nouvelle musique مكتوبة بالتونس. عرض للشباب ومن الشباب، وما زالت الساعات السعيدة في المسرح الوطني. هذه تندونس ياهو، شارع الإمام البخاري لخزامة سوسة. تندونس ياهو واحدة من المغازات المختصة في التجهيزات المنزلية. اسمي نافس وماركة تونسية جديدة تقدم آخر إنتاجاتها. في تندونس ياهو تخفيضات للحرفاء توصل ل 30 و 50%. والمناسبة تندونس ياهو تحتفل بعيد ميلادها الأول 19 جانفي 2019. نقدموا لكم برشا هدايا وبرشا كادوات بمناسبة عيد ميلادها. صالون دي طاب ديستر كوفرولي ما قيمة 4000 دينار. عام كان كفيل يخلي التندونس ياهو في قائمة اختيارات العائلات التونسية، واحدة من وجهاتهم المفضلة. مدينة الثقافة، قاعة الأوبرا، والجمهور على موعد مع عرض جديد مع رحلة تبدأ من جنوب تونس لشمالها، رحلة وطن. شهرت مدني مشكلة بنت نزالتها بدني عرين سيودة وتخوف زهرتها. التاريخ 13 جانفي 2019، التوقيت 7 متاع الليل وتبدأ الرحلة. رحلة وطن هي جولة في تونس يقدمها لحبيب محنوش. لوحات رقصة تقدم الولايات التونسية. رحلة وطن من أجل تونس، لهنا نلقاو كل ولاية بلبستها، كل ولاية بأكلاتها وعادات أهلها وتقاليدها. في رحلة وطننا لقوا برشا شخصيات تاريخية، منها فرحات حشاد، بورقيبة والدغبجي. عرض يميل أكثر للبحث التاريخي خلى الحبيب محنوش يعتمد على برشا شخصيات تاريخية كانت محورية في تاريخ تونس. غنيات ملحنة ولوحات رقصة تعملت خصيصا لرحلة وطن. لهنا كل ولاية بغنيتها وكل ولاية بلوحتها الرأس.
في رحلة وطن نلقاو مشاهد جادة ومشاهد أخرى كوميدية قدام جمهور جاب بثافة من كل الولايات التونسية لمعرفة الولايات الأخرى. رحلة وطن، رحلة في ربوع تونس، 24 ولاية، 24 لوحة راقصة، أكثر من 24 راقص وراقصة. عرض دوم مدته تقريبا ساعتين يقدم كل الموروث الثقافي والتاريخي والحضاري لتونس كاملة. رحلة وطن قدمت لأول مرة جمهورها في أفريل 2018 واليوم تتعاود في عرض جديد بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة التونسية. تصور فني عجب الجمهور التونسي اللي حضر في الأوبرا. عرض باهي، عرض فني، حاجة جديدة، حاجة بون، خرجنا من الروتين اللي كنا فيه. صراحة ياسر الكلام ما ينجمش يعبر عن اللي ريتو، بصراحة حاجة ياسر اكسترا اوردينير. والله الرحلة خليتنا دورنا تونس كلها، شفنا سمعنا الموسيقى نتاع تونس، شفنا لوحات راقصة ناجحة برشا، شفنا يعني راقصين العدد نتاعهم ما كانش كبير برشا، ما 36 لوحة يظهرلي قاموا بها يعني شيء رائع، سمعنا شاعر ممتاز برشا، الحان حلوة برشا. ان شاء الله ديما نشوفوا تونس هكايا وسي الحبيب يعطيه الصحه للعمل اللي قام به. رحله 3000 سنه انا استنتجت جمله بركه قالها سي محنوش وقالت في العرض: اذا ما صنتم هذا الوطن يا خيبه الظن. هذه الجمله اللي توحدت تونس الكل، هي صيانة هذا الوطن والمحافظ عليه. في هذا العرض لا يمكن تتفرج فيه دون ان تاخذ بعين الاعتبار السياق، سياق والاحتفال بذكرى الثامنة للثورة. هو حاول أن يجمع بين التاريخ وبين الجغرافيا وبين الحضارة، ولكن ثم تركيز كبير على منتقيات معينة من الماضي. تلاحظ أنه ركز على كل معالم التاريخية ولكن مرتبطة بالسياسة ومرتبطة بأحداث فارقة في تاريخ تونس. إذن هو العرض يوهم بأنه يعود إلى الماضي ولكن هو في الحقيقة منغرس في الحاضر وفي إشكالية الحاضر. لكن إذا أخذت بعين الاعتبار السياق وذكرى الثورة يمكن أن نغفر الزلات الفنية التي وقع فيها العرض.